كثيرة كانت تخوف، لأنه كانت بتخوف، كنا دايما نموهها، دايما نحط لها بودرة ودايما نحط لها تجميل. إنما جاي أطلب منكم تقولوا الحقيقة قد ما كانت صعبة هالحقيقة تكون، قد ما كانت صعبة هالحقيقة تكون. من صوت لبنان نشرة أخبار الثانية وربع مع تحيات إلان صغيب عيسى، ميشيل الصيفي وشادي عقاد على التنفيذ. العناوين. شنكر بدأ لقاءاته في بيروت واجتمع اليوم مع عون وبري. رئيس الجمهورية يؤكد التزام لبنان القرار 1701. نصر الله في ذكرى عاشوراء. من أجل الدفاع عن لبنان وشعب لبنان وسيادة لبنان، لا خطوط حمراء على الإطلاق. تركيا تصف نهج واشنطن بأنه غير مرض فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة في سوريا. استعمل أي بطاقة من بنك الاعتماد اللبناني، جمع نقاط واستبدلها بميلات، تتسافر وين ما بدك وقت اللي بدك، وعلى متن شركة الطيران اللي بتختارها. بدك تسافر على حسابنا؟ اعتمد علينا. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. يا خي شو بيك ما عم تخلي جورة من شرك؟ شو عم بتنقيهم تنقية؟ حبيبي مأمن. شو مأمن على الجوار؟ لا على الدولاب. اشتريت 4 دوليب جودير، طلع لي تأمين على دولاب واحد على سنة. أول 3 شهور ما بدفع ولا فرنك، وباقي السنة بدفع شي قليل. منك قليل يا خليل. روق نيشان عجورة بدي انزل فيها. صفار كثرت الاثنين. للاستفسار 01-340-888. يجري الموفد الأمريكي ديفيد شنكر محادثات في بيروت في استكمال لمهمة سلفه ديفيد ساترفيلد الهادفة إلى ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. بالتزامن قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى عاشوراء اليوم أن لا خطوط حمرا من أجل الدفاع عن لبنان. في الفاتورة المدنية، أولا الموازنة على لياليها واجتماع بشأنها بين رئيس الحكومة ووزير المال تمهيدا لطرحها على مجلس الوزراء، والوزير علي حسن خليل يطمئن لا خلافات بشأنها. ثانيا التعيينات القضائية وربما أكثر المتوقعة في جلسة مجلس الوزراء الخميس بعد التوافق على الأسماء المسيحية خاصة في رئاسة مجلس القضاء الأعلى التي عقدت على الغالب لتسهيل لسهيل عبود ورئاسة مجلس الشورى لفادي الياس. ويحكى عن تفاهم أيضا لتعيينات ممكنة لعمداء في الجامعة اللبنانية في حال ذللت بعض العقد. رابعا الكهرباء بعد الموفد الفرنسي، وفد البنك الدولي يوصي بإلحاح برفع تعرفة الكهرباء وفق سلم متحرك على أساس سعر برميل النفط. خامسا المعابر غير الشرعية على الحدود، الحل سياسي ويستلزم ترسيم الحدود مع سوريا والتعاون بين الجيشين اللبناني والسوري للحد من التهريب. هذه هي خلاصة اجتماع اليرزي الذي ضم وزير الدفاع وقائد الجيش والمدير العام لأمن الدولة. إذن وصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر لقاءاته فزار قصر بعبدة، حيث أطلع رئيس الجمهورية على طبيعة مهمته في لبنان وعدد من دول المنطقة، وتداول معه في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها إضافة إلى التطورات الأخيرة. الرئيس عون أبلغ شنكر أن لبنان يأمل في أن تستأنف الولايات المتحدة وساطتها للتوصل إلى ترسيم الحدود البرية والبحرية في الجنوب، من حيث توقفت مع السفير ديفيد ساترفيلد، لا سيما وأن نقاط عدة تم الاتفاق عليها ولم يبق سوى القليل من النقاط العالقة في بنود التفاوض. وجدد الرئيس عون التأكيد على التزام لبنان قرار مجلس الأمن الرقم 1701، في حين أن إسرائيل لا تلتزم به وتواصل اعتداءاتها على السيادة اللبنانية في البر والجو والبحر،
علما بأن أي تصعيد من قبلها سيؤدي إلى إسقاط حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة الحدودية منذ حرب تموز 2006. وأشار الرئيس عون إلى أن لبنان ماض في تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، داعيا الولايات المتحدة إلى أن تساعد لبنان على تسهيل عودة النازحين إلى أرضهم. بدوره السفير الأمريكي أكد للرئيس عون دعم بلاده لاستقرار لبنان ودعم الجيش والقوى الأمنية، كما أكد استعداد بلاده لتجديد مساعيها من أجل المساهمة في البحث في ترسيم الحدود البرية والبحرية في الجنوب. المسؤول الأمريكي انتقل بنبع عبدة إلى عين التيني حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. بري أكد أن لبنان صادق على قوانين مالية تجعله مطابقا لأرقى المعايير العالمية في محاربة تهريب الأموال وتبييضها، كما أكد حرص لبنان على الاستقرار وعدم الانجرار للحرب والتزامه بالقرار 1701، مشددا على أن إسرائيل مسؤولة عن الخروقات لهذا القرار. كما سيلتقي شانكر اليوم رئيس الكتائب النائب سامي الجميل، وكان قد التقى أمس رئيس المردة سليمان فرنجية. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى عاشوراء أن لا خطوط حمراء بعد اليوم، وسنرد على أي اعتداء إسرائيلي. إذا اعتدي على لبنان بأي شكل من أشكال الاعتداء الذي يمثل اعتداء، هذا العدوان سيرد عليه بالرد المناسب المتناسب، ومن أجل الدفاع عن لبنان وشعب لبنان وسيادة لبنان وأمن لبنان وكرامة لبنان لا خطوط حمراء على الإطلاق. هذا انتهى. نحن نرفض أي مشروع حرب على الجمهورية الإسلامية في إيران، لأن هذه الحرب ستشعل المنطقة، ولأنها ستكون حربا على كل محور المقاومة. نحن لسنا على الحياد ولن نكون على الحياد في معركة الحق والباطل، والذين يظنون أن الحرب المفترضة إن حصلت ستشكل نهاية محور المقاومة، أقول لهم هذه الحرب المفترضة ستشكل نهاية إسرائيل. وعن العقوبات الأمريكية دعا نصر الله الدولة إلى أن تدافع عن اللبنانيين وتحميهم لا أن تنفذ القرارات الأمريكية، معتبرا أن توسع العقوبات ليطال مصارف لا يملكها حزب الله يحتاج إلى تعاطي مختلف. ودعا في الشأن الاقتصادي إلى العمل على استرداد الأموال المنهوبة كمقدمة لمعالجة الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان. ما هي أهداف زيارة المسؤول الأمريكي ديفيد شانكر للبنان، وماذا يتوقع منها؟ الجواب في هذا التقرير مع مروان الأدوم. سمع الموفد الأمريكي في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل من الجانب اللبناني الرسمي البديهيات السياسية داخليا وأقليميا، مثل الالتزام بالقرار 1701 بكافة مندرجاته وحرص لبنان على الاستقرار ومكافحة الدولة لتهريب الأموال من خلال إقرار عدد من القوانين. ديفيد شانكر التقى الرؤساء الثلاثة على أن يلتقي مساء شخصيات ورؤساء أحزاب، منهم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي جميل في البيت المركزي في الصيفي. كل ذلك والهدف الأساسي للزيارة يبقى ترسيم الحدود، فأين تكمن الخلافات وأين أصبحت المفاوضات وهل من جديد؟ المحلل السياسي جوني منير يصف زيارة ديفيد شانكر الأولى بالاستطلاعية. في الجولة الأولى للوسيط ديفيد شانكر، ما أعرفه وفق المعلومات أيضا وليس فقط وفق القراءة، بأن هذه الجولة هي جولة استطلاع وجس نبض وتعرف على الفرقاء اللبنانيين، وأيضا إقامة نوع من الفكرة حول المواقف العامة. وبالتالي هذه الجولة لا علاقة لها بالبدء بالشروع جديا بالتفاوض، لكن تكرار للمواقف السابقة. هلأ لماذا هذا؟ أولا لأن المسألة مرتبطة بالموضوع الإسرائيلي والانتخابات الإسرائيلية في 17 الجاري، وبالتالي عدم إمكانية البدء فعليا بالترسيم أو بالمفاوضات الجدية التي تتطلب تنازلات هنا وهناك إلا بعد انتهاء الموضوع الانتخابات الإسرائيلية. وثانيا نعم أعتقد أن هنالك يعني كان في المدة الأخيرة
تعديل في الموقف الإسرائيلي. يعني فجأة فئت إسرائيل أنه لما وافقت على ربط المسارين أنه هي أخطأت بذلك واستعجلت بذلك وعادت عنها، وهو ما عبر عنه زاترفيلد. وأيضا يومها كانت ضربت مسار في حكومة بإسرائيل وراحوا باتجاه انتخابات تانية. الملف مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية، لذلك أعتقد أن هذه الجولة استطلاعية وتكرار للمواقف السابقة، وربما تكون الزيارة الثانية هي أوضح بعد أن تكون قد استقرت الانتخابات الإسرائيلية على نتيجة وفهم كيف ستتشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل. يبقى هذا الملف عالقا بانتظار الأحداث الإقليمية والدولية وتداعياتها على الداخل اللبناني، طالما الدولة اللبنانية لم تحسم أمرها بقضايا كثيرة. مروان قدوم، صوت لبنان. رأى وزير المال علي حسن خليل في كلمة له في المسيرة العاشورائية التي نظمتها حركة أمل في سور، رأى وجوب إنجاز ما تم الاتفاق عليه أخيرا في الحوار الاقتصادي لإعادة ثقة الناس بأن هناك دولة راعية ومسؤولة. رئيس تيار المردى سليمان فرنجي دعا من مطرانية بيروت للموارنة إلى صدمة إيجابية كبيرة لجذب الاستثمار الخارجي، معتبرا أن الأراضي التي تملكها الدولة يمكن استثمارها ومنها مرفأ بيروت، وتطرق إلى ملف التعيينات. عم ينطرح أنه نسكت سليمان فرنجية، نسكت فلان، نحن مقلعين وما بنشي، مقلعين ما بدنا ولا مركز، هذا العهد مش عهدنا، هذه التعيينات عم بياخدوها أشخاص وفريق معين الله يوفقه فيها، نحن موجودين، إذا منكون للتسكيت هذا شيء ما بيرضينا. وحتى نحن بوزارة الأشغال عندنا 4-5 مراكز للمدراء العامين ما حنقدمه. الوزير السابق مروان شربل تحدث لإذاعتنا عن إشكالية إجراء الانتخابات الفرعية في سور، مؤكدا انتفاء الحاجة لإجرائها لوجود مرشح واحد ولعدم وجود مرشح خاسر قد يطعن بالنتيجة. المادة 43 انعملت وقت بيكون في انتخابات عامة، بيكون في لوائح، أما اللي حادث اللي صاير اليوم هو انتخابات فرعية. يمكن المشترع ما انتبه لهالموضوع أو يمكن يوصلوا لهالحال اللي وصلوا له هلأ. أكتر من هيك اللي عم بيقولوا أنه بيخالف القانون، لا ما بيخالف القانون، من بتكوني أنت عم بتعيشي بظروف استثنائية وبدك تكفي الموضوع اللي أنت عم بتعالجيه. طب أنا بدي أسأل اللي اعترضوا، طيب إذا حياة انسحبت اللي انسحب وبعز الدين انسحب كمان، منجري انتخابات؟ هلا بالمنطق ايه لازم نعمل انتخابات، بس مين بيطلع؟ في تغريدة استخفاف بإنجاز هذه المهمة ولنحترم قراراتها حفاظا على الكفاءة في الوظيفة العامة والعدالة الحقيقية بين الناس. بعد الفاصل، ما مصير ابن البترون المخطوف جوزيف حنوش؟ في منشات المساء اليوم الثلاثاء، هل تمهد اللقاءات بين الاشتراكي من جهة وحزب الله وبسيل من جهة أخرى السبيل لتغيير التوازنات الداخلية؟ وهل ستتمكن الحكومة من إجراء الإصلاحات تلبية لمقررات سادر؟ الجواب مع رئيس تحرير لوريون لجور ميشيل توما. منشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة أخبار الخامسة والربع. إعداد وتقديم إلان زغيب عيسى. البترون تصلي وتعتصم مساء اليوم في كنيسة مار سيبا في إدي من أجل الإفراج عن ابنها المخطوف جوزيف حنوش. كل التفاصيل مع جوزيفين أبي غصن. جوزيف حنوش ابن مدينة البترون خطف في 27 آب الماضي، يوم أقدم ثلاثة مسلحين ملثمين يستقلون سيارة جيب شيروكي كحليل لون على اعتراض سيارته في بلدة كفرديش البقاعية، وهو كان يقود السيارة ويرافقه كل من جاك جبور ويوسف شقير، فخطفوه لوحده وفروا به إلى جهة مجهولة، فما كان من جبور وشقير إلا أن توجها إلى فصيلة درك شمستار وأدليا بإفادتهما. آخر اتصال من الخاطفين بالعائلة كان يوم الجمعة الماضي للمطالبة بفدية، حسب ما أكد لإذاعتنا خادم رعية إد البترون الأب مارسلين وعسال. القضية بعد
وقف محله لسبب انه ما فيش تحركات كتير كبيرة عم بتصير كدولة. بس نحن قلنا كرعية قلنا وقفة انسانية بالنهاية، قبل ما تكون رعية، قبل ما تكون رئيس بلدية اتحاد البترون، كل هالامور سوا قبل ما تكون رعائيا وخوارني وكنيسة تنزل تقاف، هي الوقفة لازم تكون وقفة انسانية. شخص 15 يوم اليوم بيصير له بعيد عن عائلته، غريب عن الامور كلها سوا، مش معروف شيء عنه، صار لنا 5 ايام مش اخذين اتصال، مش عارفين المبتغى، المطلب، كل هالامور شو هي. حالنا بقى نتحرك، نقاف، نتضامن بقلب دولة يمكن عم بتشارك معنا بس على السكات، بس يمكن مش عم بتشارك بالمقابل لأنه عم تهتم بكتير أمور. فحبينا نحن نتحرك، برجي الدولة بتطلع فينا وبتطلع بالصغار، حش تطلع بالأعلى منا وتفكر بالأمور الإنسانية. المخطوف جوزيف حنوش لم يتعرض سابقا لأي تهديد، ما في شيء سابق يعني، وما في شيء على اللي نحن بنعرفه بهالأمور، يعني ما فيش تهديدات، ما فيش تخويف، ما فيش شيء، بس انه ناطرين النتيجة، ناطرين تنشوف شو السبب، ليش هالامور صارت كلها سوا، وكنا واقفين ايد واحدة مع العائلة. التحرك اليوم كيف رح يكون؟ نحن اليوم رح نكون موجودين بساحة كنيسة مرتبة قدي، رح نكون كلنا سوا مجموعين ما بين الصلاة، ما بين نرفع صوت عالي ونقول حلك يا دولة تتحركي تطلعي بالشعب اللبناني، حش تطلعي بكتير امور الشعب اللبناني مش بحاجة له. المخطوف جوزيف حنوش متأهل من نانسي نمير وله 3 أولاد، يعمل في مجال تسجيل السيارات وإنجاز معاملات رخص السوق. منزله في إد البترون يغص بالأهل والمحبين، إلا أن العائلة المفجوعة وحرصا منها على عودة ابنها سالما تتحفظ عن الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، وتكتفي فقط بمناشدة رئيس الجمهورية السعي لعودة ابنها إلى بيته وعائلته. من إد البترون جوزيفين أبي غصن، إذاعة صوت لبنان. بورصة سرقة السيارات تسجل تراجعا، وجبل لبنان وبيروت من أكثر المناطق المستهدفة. مجد لينعيد. سرقة السيارات ورغم تراجعها في لبنان تبقى حرفة متقنة وتجارة رابحة تنشط في ساعات الليل الأولى وتستمر حتى ساعات الفجر، كما أنها جريمة منظمة تنظمها مافيا مترابطة، بدليل ما حصل مع عماد الأسبوع الماضي. قمنا الصبح عم نسفق السيارة ما لقيناها، فرجعنا كاميرات تبع البناية شفنا هون انه واصلين بسيارة، كمان اتضح لنا بعدين انه السيارة مسروقة، اثنين شابين حتى مش مغطيين وجههم، وقفوا قدام السيارة على الطريق ونزلوا شخصين ما في 7 دقايق كانوا فايتين على السيارة مدورين ورايحين. دغري نحن اتصلنا الصبح بالقوى الأمنية، يعني قدروا عملوا لهم كمين من السرقينة وحتى لقطوا السرقين. بعتقد أنا كانت رايحة بالبقاع يعني شي مطرح صوب صوبية، بس إني أبدا ما كانوا خايفين من الكاميرات، يعني الكاميرات صورت لهم وجههم، يعني في وقاحة بالموضوع يعني وجراءة. سرقة السيارات إلى تراجع بحسب رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم. نحن إذا منشوف إحصاءاتنا لقوى الأمن الداخلي حسب سرقة السيارات منشوف في انخفاض، بلش من 2014 لهلا يعني سنويا في انخفاض، اذا اخر 3 سنين على الاقل في 866 سياره مسروقه، 2017 771، بال 2018 743 سياره مسروقه، بالاضافه سنويا يعني في نسبه كبيره يستعادوا، حاليا بال 2019 حتى شهر اب في 399 سيارة، وده رقم منخفض جدا. يعني تستهوي السيارات رباعية الدفع المافيات التي تستخدم عدة أساليب لتصريف المسروق بحسب مسلم. بعدة مناطق لبنانية بين بيروت، جبل لبنان، البقاع، يعني هالثلاث محافظات أكيد نسبة العدد السيارات الأكبر مثلا بين بيروت وجبل لبنان كمان بيكون في سرقة أكبر بهيدي المناطق، مقسمة ما بين بلبنان يا إما تنباع حسب نوعية السيارة يا إما تباع قطع، أو ممكن يتنفذ فيها عمليات سرقة معينة أو داخل، أو في منهم أكيد بيروحوا خارج لبنان. من التشليح تحت وطأة السلاح مرورا بالتحايل على أنظمة الإنذار وصولا إلى الحرفية وكأنهم يملكون نسخا عن المفتاح، ما عادت مافيات سرقة السيارات تقف عند الكسر والخلع، إلا أن قوى الأمن لهم بالمرصاد. مجد لينعيد، صوت لبنان. اعتبر وزير الخارجية التركي أن الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة بشأن المنطقة الأمنة شمال سوريا تجميلية،
وقال أن واشنطن عززت في تلك المنطقة من تعاونها مع وحدات حماية الشعب الكردي السورية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا. وأضاف وزير الخارجية التركي: أعددنا كل تحضيراتنا ونستطيع تطهير المنطقة، محذرا من أن أي تنازل من تركيا قد يخلق مخاطر كبيرة. إلى ذلك، نفت وزارة الدفاع الروسية الأنباء في شأن قيام قواتها الجوية بشن غارات على منطقة خفض التصعيد في إدلب. توعدت حركة طالبان بمواصلة القتال ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وذلك غدا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع المتمردين باتت بحكم الميتة، مؤكدة أن واشنطن ستندم لتخليها عن المفاوضات. الخارجية الروسية أملت في أن تكون المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان متوقفة وليست ميتة. أطلقت كوريا الشمالية مقذوفين غير محددين في اتجاه البحر حسب ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. في اختبار يأتي بعيد اقتراح بيونغ يانغ على واشنطن استئناف المفاوضات الثنائية في أواخر أيلول الحالي. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على الجبال، وقد يتحول إلى متقلب اعتبارا من السبت مع احتمال تساقط أمطار نتيجة منخفض جوي متوقع أن يتمركز بين تركيا والبحر الأسود. إذن شنكر بدأ لقاءاته في بيروت واجتمع مع عون وبري رئيس الجمهورية، يؤكد التزام لبنان قرار 1701. نصر الله في ذكرى عاشوراء: من أجل الدفاع عن لبنان وشعب لبنان وسيادة لبنان، لا خطوط حمراء على الإطلاق. تركيا تصف نهج واشنطن بأنه غير مرد فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة في سوريا. النشرة انتهت، شكرا للمساعدة.